مش مصدق ان محمود ممكن يشهد بالكلام ده. ليه؟ ده احنا ما فيش حد فينا اذاه في حاجه. والله بقى الكلام ده تقوله له لما تواجهه في النيابه. الراجل قرر يشتري دماغه ويلبسك انت وعاصم وعبد الرحيم الصعيدي في القضيه ويطلع منها هو واخوه. ايوه بس ليه؟ لما ما فيش حد فينا عمل حاجه اصلا، ايه لازمته الكلام ده؟ يعني انت مقتنع انه يظهر كده صدفه قبل التفجير بكام يوم ويستلم الشغل وهو جاي عن طريق حد من الجماعات المتطرفه؟ اخوه قبل التفجير بليله واحده يجي ويسيب شنطه فيها طريقه صنع المتفجرات، وفي اليوم اللي بعده يحصل التفجير في الوقت اللي بيختفي فيه من البيت، وبيرمي الجت على بنت الراجل اللي شغال عنده عشان تبقى حجه غياب. البنت جت فعلا واقرت ان هي شافته، لكن صدفه. هو طلب منها ان هي توصله لمكان معين، وصلته وسابته ومشيت، وعندها اصحاب هيشهدوا بالكلام ده. بعد التفجير بوقت قليل يجي اخوه عشان ياخد الشنطه اللي فيها ادله اللي بتحطها موضوع شبهات. طب ما تاخذونيش يعني يا بهوات، لما انتوا عارفين كل الكلام ده عنه مصدقينه ليه؟ مين اللي قال لك اننا مصدقين؟ امال احنا جبناك هنا ليه وخليناك تقرا الكلام ده مع انك المفروض تتواجه بيه في النيابه؟ وشيلنا الغمامه عن عينيك وخليناك تشوف وشوشنا مع ان ده ما حصلش مع اي حد من زمايلك. ليه عملنا كده؟ عشان وثقنا فيك وصعبت علينا انك بتتدبس في شيء القضيه انت مالكش دعوه بيها. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي يا فندم؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي يعني؟ ولا حاجه. من حقك تعرف ايه اللي بيتقال عنك وتشوف ممكن تعمل ايه. تحب تشرب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت داخله تتسحبي كده ليه يا بنت؟ ودخلتي هنا ازاي؟ قبل هدى بعتت لي المفتاح مع ام ولاء جارتها، اصلها مش عارفه اسيب العيال وتيجي يا خالتي، فقالت لي اقعد معاكي. وبعدين يعني بتوع امن الدوله منعينها انها تخرج من البيت، اصل هم كمان عاملين له كمين. طب بس خلاص، انت هتفكريني بالغلب اللي انا فيه ليه؟ اولا ناقصه حسين رخر، مش كفايه عليا جوزي وعيالي الاثنين؟ ايه مبوزه ليه؟ خايفه اقرا محمود يا خالتي. انت هتفقري من اولها؟ هو احنا فاهمين حاجه اصلا عشان نخاف ولا ما نخافش؟ مكتوب علينا كل ما يتزنقوا في حد يجوا ياخدوا جوزي وعيالي الاتنين من باب الاحتياط. مش مهم يحبسوهم زي ما هم عايزين، المهم الخطه بتاعتهم بتبقى وحشه قوي، والدور والباقي بقى يا عيني على عربيه الاسعاف اللي مشحططينها رايحه جايه رايحه جايه. انت بتضحكي. طب ايه رايك بقى اخر مره وانا راجعه في عربيه الاسعاف قلت للراجل، بقول لك ايه يا ابني، ما تركن تحت البيت، هو انت شغال على حد غيرنا؟ ما هو احنا خلاص بقينا ملطشه البوليس في ام البلد دي. معلش يا خالتي، يا رب جه على اخر احزان يا رب. يسمع من بقك ربنا يا حبيبتي. والله انت اصيله وفيك الخير، واحده غيرك كانت زمانها تقول يولع هو وامه، خصوصا بعد اللي عمله فيكي. انما ما تزعليش يا حبيبتي، هو عمل فيكي كده عشان بيحبك،
ايوه بس هو مش عايز يشحططك معاه عشان شايف امه متشحططه ازاي مع ابوه. هو انا يا خالتي كنت اشتكيت له؟ ده انا قلت له على قلبي زي العسل، بس هو بقى اللي ركب دماغه. امك وابوكي هما اللي طلعوا عين امه اللي هي انا، طول النهار وطول الليل زعيق ونكد وتطفيش لما الواد زهق. كان الله في عونك، انت مستحمله اهلك دول ازاي؟ ما تزعليش، احنا يعني بنفضفض مع بعض. بقولك ايه يا خالتي، هو مش ممكن محمود كده قلبه يحن عليا تاني؟ ان شاء الله يا حبيبتي، ليكي عليا لما يوصل بالسلامه هزنقه في الركن واقول له اسمع بقى اما اقولك، احنا مالنا ومال امها وابوها، احنا لينا البت وخلاص، وامها وابوها دول انا ليك عليا اعمل لك فيهم زي ما سعاد حسني عملت في حسين فهمي، أأكلهم مسقعة جواها سم فراخ. واسعة دي، ها؟ خسارة فيهم المسقعة، أصل أنا بعملها طعمة قوي، هم كفاية عليهم سم الفراخ. اضحكي اضحكي، كتر خيرك يا بنتي، تعبتك معايا والله. بصي سلمي أمرك لله، كل شيء نصيب، لو ليكي نصيب فيه هتاخديه، ولو مالكيش نصيب بقى هتبقي انت الكسبانه يا هبله. هي دي عيشة اللي انت شايفاها دي؟ لا بقى، احنا ضحكنا كتير، نقوم بقى نشوف ام الشقه اللي قلبوها بره دي، اهو نستنفع منك بدل ما انت جايه من ساعه ما جيتي عماله ترغي وتضحكي وخلاص. اوعي يلا على مهلك. ايه يا دار ياني، يا دار ياني. مش هنخلص احنا بقى من ام اللجان دي؟ مش كنت حلقت دقنا كلها وريحتنا؟ يا اخي ما تقلقش، اللي عدنا من اللجان اللي فاتت قادر يعدينا من دي كمان، انت بس بقرا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون واحنا نعدي هوا. انا اقلق ليه وانا مالي؟ لو حصل اي مشكله انا مش مسؤول عن اي حاجه خالص، انا كان دوري كله لو وصلك في اخو في ايدكم خلاص. ده ايه البيعه اللي انت فيها دي؟ يلا شايل روح امك. يلا شايل. حاضر. كان لازم اسمع كلام الناس اللي بتفهم. يلا حرقتها كلها. حاضر. ثانية واحدة، على فكرة الأخ ده مش معايا، أنا جاي لوحدي. هانت عليا العشرة أوي يعني. كنيسة ايه بس يا باشا اللي هفجرها؟ ده حتى حرام ما يرضيش ربنا. الموضوع ما فيه ان شافع جوز اخت مراتي الله يحرقه بجاز مطرح ما راح كان بيتاجر في المخدرات، وبعدين محمود اخو مراتي اكتشف الموضوع ده لما كان بيشتغل وياها في بورسعيد، واحنا ما رضيناش نبلغ البوليس علشان اخت مراتي ما تتشردش هي وعيالها، لما المنيل على عينه جوزها يتنيل ويتحبس. محمود فكر في فكره كده، يعني ان هو يستعين بالاخوه السلفيين بتوع بورسعيد علشان يروحوا لشافع جوز اخته ويهوشوه ويعملوا له قلق. وبعدين محمود جالي وانا رحت للحاج اسماعيل اللي وصلني بالاخوه بورسعيد، وفعلا لجأت لهم وراحوا لشافع وعملوا له قلق وخلوه يرمي البضاعه اللي معاه في الميه. وحضرتك لو مش مصدقني في فيديو كليب متصور معايا على الموبايل مصور الحكايه دي كلها، بس حضرتك ممكن الصوره تبقى وحشه، حضرتك لو دققت في الصوت هتسمع صوت تش تش كل شويه، ده صوت البضاعه وهي بتترمي في الميه على فكره. لكن كنيستي بس يا باشا اللي هفجرها، ده انا كل النصارى اللي في رشيد بيحبوني وكلهم اصحابي، حتى حضرتك ممكن تروح تسالهم عشان هنا مع الصليب يا باشا تقريبا باذن الله. كده